يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يزعم أنه مسلم وهو يصلي بالنصارى في كنائسهم. رجل يزعم أنه مسلم وهو يصلي بالنصارى في كنائسهم، فما حكم فعل هذا الرجل وهو يقول أنا أعلم أن هذا غير جائز لكن أفعل ذلك لأجل أن أحصل على رزقي؟ هذا محترف، يحترف بالصلاة، اتخذها للكسب والعياذ بالله، ما يجوز له هذا، حرام عليه كسبه، لا حرام، يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا يقر الباطل، صليبهم معناه وافقهم وأقرهم على الباطل، فيخشى عليه من الردة. نعم.